سنتحول إلى رمضان المطعني من مدينة أسوان لينقل لنا مشاهداته كذلك فيما يخص استقبال مدينة أسوان لقطاع من المواطنين السودانيين الذين عبروا الحدود وتوجهوا إلى وجهة ليست بعيدة كثيرا في مدينة أسوان. إليك رمضان. نعم يعني أحمد، هي الصورة الكاملة التي ترسمها مصر على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. يمكن نحن نتواجد الآن في محافظة أسوان وتحديدا بمدينة أسوان، وهي المدينة الأقرب التي يلتقط فيها السودانيون أنفسهم من ويل يعني الحرب والصراع في السودان الذي لا ينتهي. يعني هذه المدينة التي سطر يعني أهلها العديد من المبادرات الخاصة، المبادرات الإنسانية بامتياز والاستعداد وفتح الأذرع للأشقاء السودانيين لاستقبالهم هنا في هذه يعني المدينة. يعني أحد المبادرات أحمد لو تحدثنا عنها وهي الخاصة ببعض أهالي أسوان الذين يعني فتحوا منازلهم وبيوتهم الفارغة أيضا، يعني التي ليس الخالية من السكان، والبعض الآخر استضاف بعض يعني الأسر مع يعني ذويه وأهله الذين يتواجدون هنا في المحافظة. أيضا يعني عدد من البنايات الخاصة بمحافظة أسوان أهلها يعني بعثوا العديد من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق المعارف والأقارب، وأيضا الوقوف أمام المحطات الخاصة والمواقف الخاصة باستقبال السودانيين ليقدموا كل الدعم الخاص بهم. أيضا صورة أخرى أحمد لا نغفلها وهي الخاصة ببعض المبادرات التي يعني أصحابها فتحوا البيوت الخاصة لهم، وكانت إحدى المشاريع السياحية التي يستقبلون فيها السياح من كل جانب. كما تعلم طبيعة الحال هنا في محافظة يعني أسوان تتمتع بالعديد من يعني المعالم السياحية، وهذه بالنسبة لهم يعني كانت يعني باب رزق كبير، ولكن مع اشتداد الأزمة في السودان ووجود العديد من السودانيين هنا إلى محافظة أسوان، بالفعل تم استخدام هذه يعني البيوت التي تستخدم للغرض السياحي إلى سكنوا فيها أهاليهم من السودان. أيضا بعض المبادرات الأخرى التي رأيناها يعني وقصص إنسانية كبيرة من خلال يعني اتصالاتنا المختلفة هنا على المراكز المختلفة من محافظة أسوان. يعني مركز ضراو أيضا سطر عدد من القصص الإنسانية بامتياز، يعني كان هناك يعني بعض الأسر السودانية الوافدة بدون عائل، يعني نتحدث عن يعني السيدات والأطفال تم استقبالهم هنا في أسوان، وأيضا تم الذهاب بهم إلى يعني مركز ضراو عن طريق أيضا أحد المصريين المتواجدون هنا الذين يشرفون على هذه المبادرات، وتم يعني فتح البيوت والمنازل لهم هناك في مركز ضراو الذي يبعد ليس بالقليل عن مدينة أسوان. هذا المركز الذي أيضا سطر العديد من القصص يعني الإنسانية للسيدات والأطفال السودانيين، تم فتح المنازل الخاصة بهم واستقبالهم، وأيضا يعني ومعرفة الشؤون الخاصة بهم وحياتهم وتوفير كافة السبل حتى محاولة يعني الاستقرار بهم في مكان معين. وأيضا ليس ذلك فحسب، ولكن هناك أيضا توفير بعض فرص العمل الخاصة بهم للسودانيين لكي يكون هناك مصدر رزق دائم لهم. لم تتوقف الصورة هنا أحمد في مدينة أسوان، ولكن نرجع بالخلف قليلا إلى يعني الموقف الدولي الخاص بموقف كركر الدولي، وهذا يعني الموقف الذي يستقبل العديد من الذين يأتون من المعبرين الدوليين قسطل ويعني أرقين. هناك أيضا صورة من المشاهد الإنسانية يسطرها يعني المصريون على الفور. هناك الحافلات تأتي قرابة من 2500 إلى 3000 مواطن، يعني أغلبهم من السودانيين أو السواد الأعظم من السودانيين يستقبلهم في هذا يعني الموقف الدولي بالعديد من الصور الإنسانية الأخرى. تخيل أحمد أن تكون يعني هذه الرحلة يعني عناء هذه الرحلة عدد من الأيام حتى يقطعها المسافرون حتى الوصول إلى يعني الأراضي المصرية والأبواب المصرية. تكون هناك هذه الحفاوة الكبيرة باستقبالك بالمياه المثلجة والوجبات الجافة، وأيضا هناك الوجبات الساخنة التي تعمل على مدار اليوم من خلال يعني المجهود الشعبي والرسمي بهذه الأماكن المخصصة لطهي الطعام على مدار الساعة. يعني كانت هناك 500 وجبة توزع يوميا للمسافرين والقادمين وأيضا للمغادرين من الموقف إلى وجهاتهم الخاصة بهم. تم رفع هذا العدد إلى أكثر من 1000 وجبة يومية تتنوع ما بين البروتين والنشويات وغيرها يعني من الوجبات الساخنة توزع على مدار اليوم. صور أخرى أحمد لا نستطيع أن نغفلها وهي الخاصة بالأطفال، يعني
كان الكبار يعانون من هذه الرحلة وشقائها، وهذه يعني الصور المريعة التي يرونها خلال الأيام الخاصة بالحرب وخلال عناء السفر وخلال الرحلة، تكون الأطفال أكثر تأثرا وثباتا لهذه الصور الوحشية التي يرونها، وهذه الأصوات أصوات القنابل وأصوات الحرب التي لا تفارق أذنهم. هناك أيضا فريق من الدعم النفسي الخاص للأطفال فضلا عن الكبار، ولكن الصورة تختلف هنا للأطفال. يعني هناك العديد من الألعاب الترفيهية والوسائل الترفيهية التي يتم استقبال الأطفال بهم. يعني يكون رصدنا هذه الصورة أن الأهالي الكبار يكونون في الحافلات بعضا يعني من التقاط الأنفاس والاستراحة قليلا، ولكن هنا يتم أخذ الأطفال إلى أحد الأماكن المخصصة بموقف كركر الدولي، ويتم يعني معهم بالعديد من الوسائل الترفيهية التي تهون وترسم البسمة على الأطفال من جديد، في محاولة من يعني المتطوعين وخاصة الهلال الأحمر المصري لرسم هذه الابتسامة على الأطفال وعلى وجوههم من قليل، ومحاولة يعني إخراجهم من هذه يعني الصدمة النفسية التي حدثت ربما لبعضهم من أثر هذه يعني الأزمة السودانية. أحمد، يعني فضلا عن توفير العديد من يعني الصور الأخرى الخاصة بالشراب يعني والخزانات الخاصة بالمياه المثلجة المنتشرة في هذا الموقف نظرا للرمضان حقيقة الكبيرة. أنت ما تذكره أو ما تشير إليه من أشكال السخاء الاستثنائي الذي يقدم قد يبدو غريبا في عرف من يستمع، لكن حقيقة من يعلم طبيعة أهل أسوان وأهل الصعيد بشكل عام قد لا يستغرب كثيرا أن هناك من يمكن أن يعطل جانبا من نشاطه الاقتصادي ومن مصدر دخله حتى يكرم وفادة ضيوفه القادمين إليه. هذه شهادات حقيقة لا تبدو غريبة أبدا، بل تبدو مألوفة تماما عن أهل أسوان. رمضان المطعاني من مدينة أسوان، أشكرك شكرا جزيلا.